وهي وصلتني لتم الباب. لا ما بطمن لحتى اشوفك فتحتي الباب وسكرتي وراكي. تصبح على خير. وانت بخير. بليز تفكري باللي قلت لك اياه. خلص بوعدك اذا ما زبط وضع مهدي رح افكر. وانا ماني طالب اكثر من هيك اليوم. شو عم تعمل هيك؟ جيت مشان افهم منها ليش هيك حكيت معي على التليفون. جيت افهم منها ليش هي اللي حكيت معك على التليفون ولا انا؟ جيت افهم منها ومن البيت هون وانت بتعرفني انه مو بالبيت؟ نسيت انك هددت انه ما بدك تشوف لا تسمع صوتي؟ ها ما خطر ببالكم انه اجي بهذا الوقت ما؟ مهدي لك شو مهدي؟ انت بتعرفني انه بسهر لوش الصبح ولولا ما فلست ما كنت اجيت وكشفتكم يا كلاب. لك مهدي عيب عليك. عيب علي انا ولا انت؟